اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا سمك البوري من خير مزارعنا، السمك اللطيف. السمكيه تعمل 400-450 جرام، هعملها لك النهارده بطريقه سهله بالخضره، حاجه جميله الاطفال هياكلوها والكبار هياكلوها. ولكن التركية فين؟ ان انا اشيل الزفاره من السمك وادخل بعض الخضار الحلو اللي بيحبوه الاولاد في قلب السمك. معانا النهارده الكاليماريا، هنعملها سلطه مع الجرجير. كاليماريا بناكلها مقليه، بناكلها طاجن، بناكلها فاهيته، انما ندخلها في طبق السلطه من الاكلات الصيفيه، واحنا محتاجين في الصيف الاكلات اللي هي صيفي جميله فيها بروده شويه زي اطباق السلطه والايس كريم والعصاير. النهارده سلطه الجرجير هنعملها مع الكاليماري، ونشوف نسلق الكاليماري ازاي وندخله في طبق سلطه كله قيمه غذائيه عاليه جدا. مش عايز اصور حضراتكم لان في تفاصيل النهارده ووقتنا يعني جميل، فعايزين نعمل حاجه حلوه في الوقت الصغير ده كده تعجب حضراتكم ان شاء الله. هستاذن حضراتكم ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل سمك البوري هنعمله بالخضره في الفرن، ومعانا الكاليماريا الجميله مع الجرجير سلطه مع زيت الزيتون والمسترده. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. معانا سمك البوري الجميل الحلو. سمك البوري ده من خير مزارعنا. السمك البوري دايما بيتشوي رده، يتعمل زيت وليمون، يتعمل صينيه بالبطاطس، ممكن يتقلي مفيش اي مشكله. ولكن تعالوا نعمله النهارده بطريقه جديده، ازاي ندخل الخضره بقدونس وشبت وكزبره، فلفله ملونه مع بصل مع ثوم مع شويه بهارات مع شويه حب مع السمكه الحلوه دي، وندخلها الفرن تتشوي تاكل صوابعك وراها. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. هنمسك الاول الخضره بتاعتنا الجميله اللي هو الفلفل الالوان مع البصل، بنقطعه كده ايه شرايح او جوليان او تضربوهم في الكبه حسب الرغبه. تعالوا مع بعض الاول نتبلهم مع بعض. اهم حاجه الكرفس هنا مع السمك بيزيد من القيمه الغذائيه بتاعته ويعلي من الطعم بتاعه. ادي الفلفل الالوان بتاعنا الجميل الحلو، بسم الله الرحمن الرحيم. تقطيع كده يعني ممكن تقطعها مكعبات، تقطعيه بالشكل ده كده. هي الفكرة كلها ان انا عايز الخضار ده يشرب من الطعم السمك، سواء بوري سواء بولتي سواء اي نوع من انواع الاسماك. هل يا شيف ممكن نعمل السمك البوري بنفس الطريقة والاروز بنفس الطريقة والبولتي بنفس الطريقة؟ اي نوع سمك انت حباه تعمليه بنفس الطريقة. اهوت الفلفل الالوان ده كده بالشكل ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد الخضار ده كده مع بصل، البصل الحلو ده كده بتاعنا اهو كمان نفس الطريقه حلو. وناخد كميه الخضار ده مع الكرفس الحلو ده كده نفس التقطيعه برضو. وشويه الخضار دولت على فكره لو انت خدتيهم بعد ما ياخدوا طعم السمك سبتوهم عادي في الثلاجه تقدري تاكلهم باردين عادي. الخضروات الجميله ممكن تستخدمها كسلطه برضو. خضار بالشكل ده كده بنحط في الكسرولة بتاعتنا دي كده بالشكل اهو، فلفل الوان، بصل، كرفس، هينزل عليه الثوم، زيت الزيتون، البهارات الحلوه، الكمون والكزبره والشبت دول اساسي. شفت الخضره ازاي الحلوه دي كده اهي، ننزل عليها بشويه ثوم حلوين، شويه الشبت تمام. الشبت على فكره يحب السمك والسمك يحب الشبت، وده كمان كزبره خضراء. الملح الجميل، الله، يعني انا عايزك وانت في المطبخ كده بتعملي اكله السمك ما تبقيش مقيده مع مشوي رده وخلاص، لا يعني السمك تقدري تعمليه بافكار كتيره. اه دي البهارات، كمون، بابريكا، والفلفل الاسود بتاعنا مع عصره ليمون حلوه. الليمون اساسي مع السمك ده ثابت. الخضره تتاكل كده لوحدها سلطه معاها زيت الزيتون، ومعايا طاسه على النار بتسخن جدا. ده زيت زيتون اهوت بالشكل ده كده، ونمسك الخضار بايدينا كده اهو اهو. الفكره كلها ان انا عايز اعمل اكلات صيفيه. الصيف بيحب الاكلات السريعه السهله اللي ما نقفش في المطبخ وقت كبير. وطبعا لو شويت السمك ده رده في الحر ده هيخلي البيت كله ريحته سمك. اهو الخضار بالشكل ده كده اهوت، شرب الخضره اهو زي الفل.
تمام يا عم الشيف، تسلم ايدك. هعمل ايه؟ هاخد السمك البولت بتاعنا، السمك البوري بتاعنا، اشيل دول كده واحط دي هنا مكانه، ونشوف السمك ده هنقطعه ازاي. على نفس البلانشه بنجيب السكينه، مهم جدا سكينتك تكون حاميه. نيجي ببطن في ظهر السمكه كده، بنفتحها بالشكل ده كده، شفت الفتحه دي اهيت. ليه يا عم الشيف؟ عند السلسله. نبص على مخرجنا الجميل اساتذه المصورين، دايما لما تيجي تفتح السمكه تباصي وتسنطري على السلسله بتاعه السمكه، عشان البيون والجوس بتاع الخضار ينزل عند سلسله السمكه، تقوم السمكه تشرب من طعم الخضار. سامع الصوت ده كده؟ السكينه ماشيه على السلسله. هي دي الشطاره، السلسله فين مكانها؟ تيجي قبل العين وتفتحي هتلاقي السلسله. شفت السكينه طالعه ازاي؟ قبل العين بالظبط. حلوه قوي. نفس الطريقه كده هنمسك السمك ده نتبله بتتبيله حلوه كده. وطريقه جديده، خرجنا من جو الرده وجو الزيت وليمون. دي معلقه زيت صغيره، شويه عصير ليمون، فص ثوم حلو، ونمسك السمكه الحلوه دي من بطنها كده، ندخل الخلطه دي كده كاننا بنشمعها عادي اهو بالشكل ده كده. يقوم لو في زفاره في قلب السمكه يطلع، والسمكه هي تتلمع في ايدي كده زي الفل، ونحطها هنا. نفس القصه، مش هياخد منك الاكله دي 10 دقايق شغل زي ما انا شغال كده. عندي بقى الشطاره هنا، يكون في جريلا على النار بتسخن، درجه حرارتها عاليه جدا. هاخد البهريز احطه هنا كده ونقف على النار نشتغل. تحضير السمك وتجهيزه بياخد وقت، ولكن عمليه السوى بتتم بسرعه. درجه الحراره بتاعت الطاسه معايا هنا شديده. كل اللي انا هعمله دلوقتي، بسم الله الرحمن الرحيم، اخد السمك ده اخليه هنا كده، الخضار بتاعنا الجميل انزل بيه هنا. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ هو ده. السمكتين الحلوين دول اخدهم كده، نفس القصه هنا كده. درجه حراره الفرن عندي 180. هتتفرجي على السمك ده وهو مشوي دلوقتي، ولكن مكان الصينية على الشبكة بتاعة الفرن بالشكل ده كده. أبصيها، نبص على الفرن من فضلكم. أيوة، هو ده. زي الفل، زي ما هي كده عينية. أدخلها الفرن في درجة حرارة 180 وخلصنا من السمك البوري. على السمك ده ما يخلص، عايزة تعملي عصير هتعملي. هنعمل السلطة اللطيفة الحلوة زي الفل. هنعمل السلطة اللطيفة الحلوة اللي هي سلطة الجرجير بالكاليماري. مخرجنا الجميل هو ده. السمك هنا بيتشوي معايا، الخضار خد الصدمة النارية وخد طعم السمك. حطيت السمك على وش الخضار، أي جوس أي بيون أي طعم من السمك بينزل بيتغذى بيه الخضار. درجة حرارة الفرن عندي 180. هقفل الفرن بتاعي. طبعا مفيش مانع ان احنا نقول ان السمك غني بالفوسفور، غني باوميجا 3. عايزين نذاكر وعايزين نجتهد، نركز في انواع الايه السمك، زي الماكريل، زي التونه، كل انواع السمك فيها اوميجا 3. تعالوا نطلع مع بعض السمك البوري بتاعنا اخباره ايه، وقتنا ايه يا شباب. انت كنت بتراهن ان السمك ده هيستوي ولا مش هيستوي يا مخرجنا؟ بالله عليك. الله، هو ده. تعالوا نطلع السمك البوري بتاعنا. ايه الاخبار يا عم الشيف؟ ده احنا بنقف في المطبخ ساعتين عشان نعمل اكله سمك. بالله عليك شوف البوري، دلعه بالله عليك، دلع لي البوري الحلو ده كده. ادي البوري بتاعنا الجميل الحلو. ممكن تعملي حاجه حلوه على فكره، عندنا زبده. هعمل تركايه كده، معانا وقت، قالوا لي في وقت 5 دقايق، وانا لما بيكون معايا وقت بحب اعمل حاجه حلوه.
اجيب طاسه زي دي كده واحط فيها معلقه زيت صغيره، واحط على معلقه الزيت ديت مكعبين من الزبده. تركايه بقى، ده التجويد بقى اهو. شفت الجو ده كده؟ ده زبده، واحط على الزبده دي شويه شبت مع عصره ليمون. الله، وخلوهم يدوبوا كده. زبده، عصره ليمون، سنه شبت صغيره، ودوب الشبت مع الليمون مع الزبده مع رشه ملح جريئه، رشه فلفل جريئه. الله، طعم تاني. واخد الصلصه الحلوه دي يا عم الشيف زي ما هي كده. الله، الريحه هي دي. بص على الحلاوه، بص على الشقاوه. هو ده، هو ده، هو ده. العب يا سمك في قلب السمكه. الف هنا وشفا للي ياكل. طب لو ما عملناش ده وقال لك وقتك خلص يا شيف، هناكل السمك. ولو قالوا لي معاك 10 دقايق هنشتغل شغل ونعمل مع بعض، بس عايزين نوصل حاجه للساده المشاهدين. اللي بيحب المطبخ وبيحب شغله بيقدر ان هو يبدع في كل الوقت المتاح له. عملنا سلطه الكاليماري بالجرجير، شفناها تمت ازاي واتعملت. البصله مع الكاليماريا سيبناها للاخر، تبلناها بزيت زيتون وعصير ليمون، وخدت سنه شبت صغيره عشان نكسر الحراره بتاعه البصل، وحطيناها على الجرجير بالشخصيه بتاعتكم، بشخصيه الجرجير اللي احنا شايفينها في قلب السمكه او شكل السمكه اللي احنا غارفين فيه. ولكن السمك البوري بصراحه الواحد يتغازل فيه، هياكل الخضار ولا ياكل السمك ولا ياكل الصلصه الفرنسيه اللي نزلت اللي هي الزبده مع الليمون مع سنه الشبت على بطن السمكه بألف هنا وشفا. حلقتنا النهارده بسيطه وسهله، ولكن سمك بطريقه جديده سريعه. جو الصيف مش مطلوب منك يا ست الكل ان احنا نقف في المطبخ كبير في وقت كبير. ليه؟ علشان برضو عندنا التزامات تانية وعندنا حاجات تانية. ممكن نعمل فروت سلطة، نعمل الحاجات اللي حط في التلاجة، شوية مهلبية بعدين نحط عليهم شوية عسل، مفيش أي مشكلة. قدامك الفرصة كبيرة إنك تقف في المطبخ وقت قليل جدا، ولكن تعملي الحاجات اللي تقعد في التلاجة ناكلها من وقت للتاني. بنتابع طبعا أكلة أم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. المطبخ بتاعنا والبرنامج بتاعنا متنوع، وبنشوف أسئلة حضراتكم بنجاوب عليها عملي في نهاية الأسبوع اللي هو يوم السبت من كل أسبوع، ويوم الأحد بيبقى أكل صحي. يوم الاثنين النهاردة خليها سمك. انتظروا مننا حلقة جديدة بكرة إن شاء الله. ومعانا على السوشيال ميديا بنقول لحضراتكم نفسكم تاكلوا إيه، تقدروا تبعتوا اللي أنتوا حابين تاكلوه وإحنا بننفذه مباشرة تاني يوم. رؤية، فن، إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.